إذن مشاهدينا أهلا بكم في استديوهات قناة الحدث في مدينة جدة، حيث تعقد القمة العربية في دورتها 32. طبعا هذه القمة المستمرة على مستوى وزراء الخارجية، والتي ستنطلق يوم غد على مستوى القمة، حيث تصل الوفود تباعا حتى مساء هذا اليوم. هذه الساعة مشاهدينا سنخصصها بالكامل عن السودان والأزمة في السودان. هناك أنباء متواترة عن مبادرات مختلفة ربما تطرح في أروقة القمة العربية من أجل وقف الانهيار الأمني في السودان، ولكن قبل ذلك إليكم التطورات الميدانية في السودان والتي تبدو متوترة اليوم. قال مراسل الحدث إن قصفا استهدف مناطق بجنوب العاصمة السودانية اليوم، وذلك تزامنا مع اندلاع اشتباكات بالقرب من معسكر الجيش في إطار الصراع الذي تسبب في نزوح نحو 1 مليون شخص حتى الآن، وترك سكان الخرطوم يكافحون من أجل النجاة بحياتهم. أضاف أيضا شهود عيان أنهم سمعوا دوي الضربات الجوية التي شنها الجيش على قوات الدعم السريع شبه العسكرية في عدة أحياء سكنية في جنوب العاصمة الخرطوم، بما في ذلك في معسكر طيبة، بينما كانت قوة احتياطية تابعة للشرطة متحالفة مع الجيش تقاتل قوات الدعم السريع على الأرض. نشر الجيش السوداني صورا يظهر فيها الفريق ياسر عطا عضو مجلس السيادة السوداني وهو يتفقد قوات تابعة للجيش في مدينة أم درمان. إذن أيضا مشاهدينا، رجحت لجنة أطباء السودان المركزية صحة التقديرات الصادرة عن حاكم ولاية غرب دارفور بارتفاع عدد القتلى في الولاية إلى 500 قتيل منذ اندلاع القتال في السودان. وقال عضو لجنة الأطباء المركزية في السودان الدكتور علاء الدين نفد إن اللجنة أحصت 150 قتيلا غرب دارفور. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى المركز الإعلامي في القمة، وتنضم إلينا موفدة الحدث الزميلة لينا يعقوب. أهلا بك معنا لينا، لك أن تطلعينا على آخر المباحثات، وإن كانت هناك تصريحات تخص الشأن السوداني دارت في أروقة وزراء خارجية القمة، تفضلي. أهلا بك تهاني. طبعا هذه القمة التي ستنعقد غدا وهي القمة 32 للجامعة العربية ستناقش عدد من الملفات، من بينها طبعا ملف السودان. كان هناك اجتماع للجنة الوزارية العربية، هذه اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها أمس لمناقشة ما يحدث الآن في السودان، وطبعا الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. هذه اللجنة سترفع توصيات بلا شك إلى الجامعة العربية، ولدى الجامعة العربية نحو 32 مشروع قرار من المفترض أو من المقرر بحسب المعلومات الرائجة أن يتم المصادقة عليه. طبعا هي تتعلق بكثير من القضايا، ومن بينها طبعا ملف السودان. هناك تشديد على ضرورة دعوة الطرفين لوقف إطلاق النار وبحث الآليات المناسبة لذلك. اجتماعات الجامعة العربية التي تنعقد تتزامن أيضا مع مفاوضات منعقدة في جدة ترعاها المملكة العربية السعودية، وكذلك بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع آلية لوقف إطلاق النار. هناك إعلان سياسي تم الاتفاق عليه، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ على أرض الواقع بعد، لذلك هذه الجولة الأخرى من المفاوضات التي تنعقد أيضا في جدة ستبحث كيفية إلزام الأطراف بوقف إطلاق النار. للجامعة العربية طبعا موقف، وهذا الموقف عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية للحدث بأنهم اختاروا ربما موقف الحياد حتى لا يفقدوا تأثيرهم على الأطراف. صحيح أن هناك تصريح بأنه لا يجب أن تكون هناك أي قوة مسلحة تحارب الجيش، ولكن أيضا
هم يقدرون أن كلا الطرفين لديهم مواقع يسيطرون عليها، بالتالي الحل الآن هو يذهب نحو حل إيجابي مع الأطراف، بمعنى أن الجامعة العربية لا ترغب بتبني أي مشاريع قرار فيها عقوبات على السودان، ولكن هناك محاولة لبحث الحل مع الأطراف المتصارعة. هناك اجتماع عقد أيضا لمبعوث البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد العام للجيش السوداني، اجتماعات طبعا مع الأطراف باعتباره من يمثل البرهان في هذه القمة. هناك دعوة من قبل السودان بأن يعتبر ما حدث في السودان هو تمرد على الجيش السوداني، وهناك طبعا كثير من المطالبات التي تدعو بأن يكون هذا الحل داخلي، وهو طبعا الآن حل داخلي بوساطة سعودية أمريكية. نعم طيب لينا، سننتقل أيضا إلى زملائنا في الميدان من أم درمان، ينضم إلينا الصحفي مقداد حسن. مقداد أهلا بك، يعني سمعنا بأن هناك اشتباكات عنيفة في أم درمان. طيب على ما يبدو مقداد لم يجهز معنا حتى الآن، ننتقل إلى بورت سودان مع زميلنا نزار بقداوي. نزار، لك أن تطلعنا على آخر التطورات في بورت سودان، ماذا يجري؟ هل ما زالت عمليات الإجلاء مستمرة؟ ما الجديد حتى الآن في بورت سودان؟ لك التحية تهاني وتحية لكل الزملاء. مدينة بور سودان منذ 21 من الشهر المنصرم بدأت فيها عمليات الإجلاء عبر مطار بور سودان الدولي وعبر ميناء بور سودان. هذه العمليات تمت بنجاح لإجلاء آلاف من طالبي الإجلاء من بور سودان، أكثر من 15,000 تم إجلاؤهم عبر هذا الميناء من خلفه مباشرة، وأيضا الآلاف غادروا خلال الأيام الماضية عبر مطار بورت سودان الدولي. الآن المشهد الرئيس هنا في مدينة بورت سودان يتمثل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية، بعد أن أصبح مطار بورت سودان الدولي هو أحد 3 مطارات دولية هنا في السودان تستقبل هذه المساعدات. خلال الساعات الماضية كان هنالك جسر جوي لجمهورية مصر العربية وصلت فيه مساعدات إنسانية وغذائية. جمهورية مصر العربية وعبر سفيرها في السودان أكد بأنهم يسعون لدعم الوضع الإنساني في السودان وفي كل الولايات المتأثرة والمتضررة. أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصل عبر جسر جوي، وأيضا تستعد مدينة بور سودان خلال الأيام القادمة لاستقبال جسر مائي أيضا سيصل إلى مدينة بور سودان. عدد من الدول من بينها قطر، من بينها الإمارات، دولة الهند، أيضا قبل قليل وصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية وإغاثية وإيوائية لعدد من المتأثرين والمتضررين جراء الأحداث الأمنية في السودان. هنا في هذه المدينة في شرق السودان تهاني نحو 70 دورا للإيواء تم توزيعها وتشكيلها من قبل السلطات ومن قبل الجهد الشعبي، يقومون بتوفيق أوضاع من ينتظرون الإخراج والإجلاء. هنالك نحو 12,000 من الطلاب من جنسيات إفريقية، عربية، سوريين، يمنيين، أفريقيين، يطالبون بالإجلاء وتوفيق أوضاعهم. هذا هو المشهد الراهن فيما يتعلق بالموقف الإنساني حتى اللحظة في مدينة بورت سودان. نعم نعم. طيب الآن ينضم إلينا زميل الصحفي مقداد حسن من أم درمان. مقداد، لك أن تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في أم درمان، خصوصا بعد الاشتباكات العنيفة التي سمعنا عنها وبعض الاقتحامات لقواعد عسكرية من جانب قوات الدعم السريع. نعم، يمكن أن نجمل أبرز الأحداث التي حدثت والمعارك التي حدثت اليوم في جنوبي الخرطوم حيث حي جبرة، حيث أفادت كثير من المصادر أن الطيران الحربي قصف مراكز ومواقع لقوات الدعم السريع في تلك الأحياء خاصة جنوبي الخرطوم، وأن هنالك عمليات تمشيط واسعة تقوم بها قوات الاحتياط المركزي، كما تداولت فيديوهات كثيرة بشأن هذه الأحداث خاصة في حي العزوزاب وحي الشقيلاب، وكذلك في منطقة جنوب الخرطوم حي الكلاكلة، حيث أظهرت فيديوهات كثيرة تداولها ناشطون توضح عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الاحتياط المركزي. كذلك الوضع الميداني في مدينة بحري شهد أيضا اشتباكات وقصف جوي لمناطق متفرقة في مدينة شمال بحري، وكذلك هنالك قوات من الجيش السوداني
بكثافة تتواجد في مدينة شمال بحري، تدخل مدينة بحري من شمالها. وأيضا هنالك فيديوهات أظهرت بتحرك المدفعية عطبرة، وهي من القوات التي تتبع للجيش السوداني في شمال مدينة الخرطوم أو شمال مدينة أم درمان، تتحرك باتجاه مدينة الخرطوم. وكانت أيضا هنالك اشتباكات في الصباح الباكر في إحدى المعسكرات شمالي مدينة أم درمان. أما الآن يمكن أن نقول أن الوضع الميداني هادئ في مدينة أم درمان، خاصة بعد أن ظهر قائد منطقة أم درمان المركزية الفريق ياسر العطاء في إحدى المقرات التي تتبع للجيش السوداني. هنالك هدوء نسبيا على مستوى المعارك، لكن نشاهد أعمدة الدخان التي تخرج من الأسواق المركزية والأسواق الكبيرة في مدينة أم درمان، حيث سوق أم درمان والسوق الشعبي وسوق ليبيا. كل هذه الأسواق التي تعتبر أسواق كبيرة جدا ترفد السودان، ربما جميع ولايات السودان، بالبضائع والحاجيات الغذائية والمستلزمات الأخرى. نشاهد الحرائق وعمليات السلب بصورة متكررة حتى هذا اليوم تخرج من هذه الأسواق. وربما هنالك تساؤلات كبيرة في جانب غياب قوات الشرطة لتأمين هكذا مرافق، ولكن قوات الدعم السريع قالت أن قوات الشرطة دخلت في المواجهات، وبالتالي فإنها يمكن أن تقرأ بأن قوات الشرطة باعتبار أن سلاحها الخفيف خاصة المدنية منها لا تريد أن تواجه قوات الدعم السريع باعتبار أنها قوات عسكرية وتحمل سلاحا ثقيلا يمكن أن تنشأ منها أي مواجهات بشأن تأمين هذه المرافق. لكن بموازاة ذلك المواطن ما زال يتساءل بصورة يوميا عن أمنه واستقراره، وكذلك بأن ترجع الحياة بصورة طبيعية، وينتظر من قمة جدة أن تخرج بإلزامات كاملة لتأمين ممرات إنسانية آمنة حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل 15 من إبريل نيسان الماضي. طيب مقداد، نريد أن نتأكد معك من هذه المعلومة، يعني بعض المصادر تقول بأن الدعم السريع أعلن سيطرته على معسكر السواقة شمال الخرطوم بحري، ما دقة هذه المعلومات وما أهمية هذا المعسكر؟ نعم، هذا المعسكر في شمالي مدينة بحري بحسب المصادر لدينا أن أهميته العسكرية يمكن أن تصنف كدرجة ثانية باعتبار أنه معسكر للسواقة. كانت قوات الدعم السريع قد نشرت فيديوهات تتحدث عن أسرها أيضا أكثر من 700 فرد في تلك المنطقة، وبالتالي فإن قوات الجيش السوداني أيضا كانت قد أشارت إلى احتدام معارك متفرقة في تلك المنطقة. وباعتبار تسارع المعلومات وتسارع المعارك هنالك تقدم لطرف وتأخر لطرف آخر في هذه المعارك شمالي بحري. لكن من المؤكد أن الجيش السوداني باستخدام سلاح الجو عادة ما يشن غارات في تلك المناطق باعتبارها مناطق بعيدة من السكان، ويمكن أن يلحق ضررا كبيرا بقوات الدعم السريع في تلك المناطق. طيب مقداد، قبل أن أختم معك، يعني كانت هناك عدد من المرافق الحيوية سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وكانت هناك محاولة لاستردادها من جانب الجيش السوداني. ما وضع هذه المعسكرات أو هذه المقرات؟ نتحدث عن الإذاعة والتلفزيون، نتحدث عن مطار الخرطوم، نتحدث عن سلاح المهندسين الذي كانت تدور حوله اشتباكات عنيفة لأهميته بالنسبة للجيش. أعطينا صورة عامة عن الوضع الميداني في هذه المناطق. نعم، هذه المنطقة خصوصا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تتواجد فيها قوات الدعم السريع قبل أن تبدأ هذه المعارك في أبريل الماضي، وتتواجد فيها قوات كبيرة جدا، خاصة أن هذه المنطقة بالقرب منها جسر شمبات الذي يربط مدينة بحري بمدينة أم درمان، وبمدينة بحري توجد أيضا وحدة أو سلاح المظلات الذي توجد فيه الوحدة الطبية لقوات الدعم السريع. من المؤكد وما شاهدناه في الأيام الماضية أن المعارك احتدمت، خاصة بواسطة سلاح الجو السوداني قصف كثير من هذه المواقع ومن هذه التمركزات. لكن قوات الدعم السريع ما زالت تتواجد في منطقة وسط أم درمان، وكذلك المنطقة الجنوبية المحيطة بسلاح المهندسين. سلاح المهندسين باستمرار وبأوقات متفرقة في الأيام الماضية يوجه المقذوفات لأماكن سيطرة الدعم السريع وأماكن تواجدها المتموضعة في غربي مدينة أم درمان وشمال
والجزء الشمالي أيضا من مدينة أم درمان. المعارك متقطعة وتكون متفرقة في أوقات يعني مختلفة من الأيام الماضية، لكن من المؤكد أن الجيش السوداني ما زال يسيطر على سلاح المهندسين والسلاح الطبي، وكذلك قوات الدعم السريع تنتشر في وسط مدينة أم درمان وجزء قليل من جنوبها وجزء كبير جدا من غربها. طيب مقداد، الصحافة والامتداد والعشرة وجبرة، هذه أحياء جنوب السودان، في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، لماذا هذه الاشتباكات هناك؟ يعني في أهمية استراتيجية لهذه الأحياء مثلا؟ نعم، هذه الأحياء هي امتداد للمنطقة المركزية بمنطقة وسط الخرطوم، وكذلك هي قريبة جدا من مطار الخرطوم ومن القيادة العامة ومن وسط السوق العربي، باعتبار أنها الأحياء الجنوبية التي يعني قريبة جدا من كذلك من الخرطوم 2، والخرطوم 2 حي الخرطوم 2 بالذات توجد فيه مقار كبيرة جدا ومقار مختلفة لقوات الدعم السريع. هذه المناطق أيضا بها وحدة أو فرع الرياضة العسكري، وكذلك إحدى مقار قيادة الدفاع الجوي، هي تمثل بعدا استراتيجيا لكلا الطرفين، باعتبار أنها امتداد لوسط الخرطوم ولمطار الخرطوم وللقيادة العامة للجيش السوداني. هذه المناطق شهدنا فيها يعني معارك محتدمة ومعارك متكررة باستمرار حتى الأيام القليلة الماضية. الجيش السوداني كان قد نشر فيديوهات لتحرك مدرعات من منطقة الشجرة، وهي منطقة أيضا قريبة جدا، المدرعات الشجرة منطقة قريبة جدا من هذه المناطق التي تحدثنا عنها، يمشط فيها الأحياء الجنوبية، وكذلك السكان الذين وشهود العيان أكدوا لنا احتدام المعارك في حي الصحافة والامتداد والعشرة وهذه المناطق باعتبارها بعدا استراتيجيا للجيش السوداني، وكذلك قوات الدعم السريع توجد لديه مقار وهو يحاول أن يسيطر على المناطق العسكرية التي يتواجد فيها الجيش السوداني. نعم، أكيد مقداد، سنبقي عينا على كل التطورات الميدانية خلال هذه الساعة إن كانت هناك مستجدات من السودان. مقداد حسن، صحفي من أم درمان، شكرا جزيلا لك. وأيضا نزار بقداوي، كنت معنا من بورت سودان، وزميلة لنا يعقوب من المركز الإعلامي في القمة في جدة، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن مشاهدينا، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية للحدث أن الجامعة ككيان مستقل لا تدعم أي طرف على حساب الطرف الآخر في الصراع السوداني. ما بنقفش خلف ولا الرئيس برهان ولا الفريق أول حمدتي، ولكن الجامعة العربية في قراراتها الأخيرة منذ بدء الأزمة، هي بدأت بطلب وقف إطلاق نار، ثم بدأ الموقف يتطور في سياق تطوره في قرار أمام القمة أقر من مجلس وزراء الخارجية اليوم، تتحدث عن المؤسسات الرسمية وضرورة الحفاظ على المؤسسات الرسمية. ففي سياق هذه المؤسسات الرسمية، القوات المسلحة طبعا واحدة منها. القوة المسلحة الرسمية للدولة لا يتصور أن يكون فيه لها شريك أو خصم أو طرف آخر من القوة المسلحة تمام. فدائما مثل هذا النوع من التواجد أحدهما يتغلب على الآخر. السياق العام اللي احنا كنا متابعينه وقريينه وبنتابعه أنه كان في إطار بيتم التفاوض عليه، صحيح. أنه قوة التدخل السريع هتخش جوه الجيش، صحيح. واختلفوا على أو اختلفوا شكلا على الفترة هيحتاجها هذا الاندماج، لكن عندما تبين الأطراف أنه لا، يمكن ما يحصلش بشكل بإيقاع عالي، كان الصدام حتمي. مشاهدينا، بالطبع سيكون معنا ضيوف عدة لمناقشة كل التطورات في السودان. الآن ينضم إلينا في الاستوديو، أرحب بضيفي دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا وسهلا بك يا دكتور. سهلا.
دكتور، كانت زميلتنا لينا وإحنا نستطلع منها كل التفاصيل ما يدور في القمة، كانت تقول بأن هناك مطالب بأن تكون دعوة من الجيش لوصف ما حصل من قوات الدعم السريع على أنه تمرد على الجيش. برأيك لماذا حتى الآن، يعني شهدنا في اجتماع وزراء الخارجية العرب موقف حيادي من قوات الدعم السريع ومن البرهان، لم يكن هناك انحياز لأي طرف، برأيك لماذا؟ وهل ممكن تكون هناك استجابة لهذه الدعوة من جانب الجيش؟ يعني هو القضية بالنسبة للدول العربية المجتمعة الآن في جدة أن نصل إلى حل القضية السودانية. هناك محاولات لهذا الحل خلال منذ بدأت الأزمة لأكثر من شهر الآن. جرى تفاوض على وقف إطلاق النار عشرات المرات، جرى تفاوض على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم، وقف إطلاق النار أثناء أعياد الفطر، كل ذلك لم يحترموا أي من الطرفين. الحديث عن مسافة واحدة من الأطراف المتحاربة كان هدفها أن تيسر الأمر للدبلوماسية. ما أراه أنا في الحقيقة أنه جرى استخدامه في الإبقاء على حالة من العنف التي أدت إلى طوفان من اللاجئين، إلى خلق جروح عميقة داخل الجسد السوداني. أنا أرى أن هناك حاجة كبيرة لمراجعة الفكرة اللي هي الخاصة بالمسافة الواحدة من كلا الفريقين، لأنه كلا الفريقين قرر أن يستخدم المسافة الواحدة لتعزيز مواقفهم. القضية هو أي سوداني نريد؟ نريد السودان دولة وطنية عربية تعيش يعني من أجل عمليات التنمية، من أجل الحفاظ على هويتها الوطنية. هذا لا يمكن يعني من حيث المبدأ السياسي أن يكون في دولة فيها أكثر من طرف واحد له حق استخدام السلاح. فدي نقطة أولية هامة للغاية. مسألة أنه يبقى في قوة وقوة تابعة أو قوة ميليشيا من أي نوع، يبقى بتبتدي دي أول روشتة تؤدي إلى تفكيك الدولة وتؤدي إلى كثير من المصائب. نعم. ما الذي تستطيع الجامعة العربية واجتماعها أن تقدمه؟ الاعتراف والشرعية. وبالتالي هنا يعني علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. الاعتراف والشرعية بمين تقصد؟ الشرعية أين كانت من الذي يمثل الدولة السودانية في القمة؟ من هو مندوبها الدائم الذي يوجد في الجامعة العربية؟ من الذي يتحدث باسم السودان في الأمم المتحدة؟ يعني هناك سلطة كانت تتفاوض مع المكون المدني السوداني الذي نشأ عن حركة الحرية والتغيير من أجل تسليم السلطة وإجراء انتخابات، وكان هناك توافق على ذلك ما بين القيادة العامة للقوات المسلحة التي في نفس الوقت هي قيادة مجلس السيادة. نعم. والدعم السريع. لا يمكن أن أنا أجي أقول أن قوات الصاعقة في جيش معين أن يكون لها حقوق أن تقرر قضايا الحرب والسلام بالنسبة لدولة، أو قضايا التعامل مع مشاكل سواء كانت داخلية أو خارجية. لا يوجد ذلك في أي جيش في العالم، ولا يوجد في أي دولة تريد أن تبدأ عملية البناء السياسي الداخلي فيها، لأن في هذه الحالة وخاصة يعني اختبر الجميع أن هناك تصميم على التصفية المتبادلة، والنتيجة هو تصفية السودان. فأعتقد أنه من حبنا للسودان واحترامنا أيضا للسودان كدولة هو أن نحافظ على هذا الكيان من حيث القدرة الحقيقية الموجودة الآن في يد المجتمعين هنا في جدة أن يقرروا الوقوف على أساس مسافة واحدة، ثم بعد ذلك نتفاوض من جديد عن وقف إطلاق نار جديد، كله بيرتبط بسقوط ضحايا، بسقوط أماكن، بهجرة ولجوء يعني أعداد كبيرة. أنا أعتقد أن آن الأوان الآن لتقييم جدي للأسلوب الذي جرى اتباعه في التعامل مع الأزمة السودانية منذ بدأت. طيب، ينضم إلينا أيضا الآن في النقاش من القاهرة زين العابدين صالح المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد زين. سيد زين، في البداية هل هناك رسائل بعثها السيد عبد الفتاح البرهان أو حميتي للمجتمعون هنا في القمة العربية ربما تساهم أو تعزز أي وضعية للتفاوض؟
نعم سيد عبد الله الشيخ، عذرا. طيب هو مش سامعني وأنا كمان ماني سامعه. طيب سأعود إليك دكتور عبد المنعم إلى أن يجهز معنا ضيفنا من القاهرة. دكتور عبد المنعم، أنت قلت بأنه يعني يجب أن يكون هناك موقف واضح، ولكن ألا تعتقد بأن الأطراف التي تغذي كما يقال بأن هناك تغذية خارجية لتمرد قوات الدعم السريع على الجيش ربما يكون لها تأثير أكبر من الموقف المنتظر على الأقل؟ أنا أعتقد يعني هنا ده موقف مهم جدا، ليس فقط للأزمة السودانية ولكن للنظام العربي ككل. النظام العربي ككل يبد أن يقوم على الدولة الوطنية، الدولة الوطنية المصرية، السعودية، القطرية، الإماراتية إلى آخره. أما أنه يكون مسموحا لأي دولة أن تقوم فيها كما يعني عرفنا في التجارب في سوريا، في التجارب في لبنان، في ليبيا، في السودان نفسه من قبل وأدى إلى تقسيم السودان في النهاية، في الحقيقة التسامح مع مثل هذا النوع من التفتيت على الأقل ليس مطلوبا، أنه تقديم تغذية لأي طرف بالسلاح أو إجبار طرف على أن يقوم بعمل ما يعني لا يرغب فيه، إنما أن يكون هناك موقف واضح، لأنه الهوية السودانية ضائعة في هذه المسألة. يعني التقارير اللي قدمها المراسلين من أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم، نحن نتحدث هنا عن كيان بشري لمواطنين يعني آمنين يعيشون في هذه الأحياء ثم يجدوا مثل هذه الاشتباكات، لأن السيد حمدتي قرر أن تكون الخرطوم هي الدرع البشري له. الدول التي تؤيد حمدتي بين الدول العربية أو تساعده أو تريد مسافة، أعتقد أنه خد المسافة الكافية خلال الفترة الماضية، وأي هنا يعني مزايدة في هذا الشأن هو في الحقيقة مراهنة غير كريمة على الدم السوداني. نعم. طيب أعود لضيفي السيد عبد الله الشيخ المحلل السياسي من القاهرة، إن شاء الله أنه سامعنا وأصبح جاهز معنا. نعم مرحبا سيد عبد الله، هل نتوقع أن يكون هناك أي تهدئة حقيقية في السودان تحت رقابة خارجية؟ طيب شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي العربية. الوضع في السودان وضع صعب جدا، وأنا أتفق مع ضيفك الكريم بضرورة إعادة النظر في موقف الجامعة العربية من الأزمة أو من الإشكالية السودانية. والله ما تعرف تقدر توصفها إن هي أزمة أم إشكالية، هي على أي حال حرب ضروس دمرت الخرطوم، دمرت السودان. طيب الجامعة العربية تنظر إلى الأمر باعتبار أنها توازن ما بين موقف الدعم السريع وموقف اللجنة الأمنية أو البرهان والجيش السوداني، وهذا طبيعي لأنها هي بتمارس في عمل دبلوماسي في الحقيقة، لأنه الوضع على الشارع أو على الأرض أو الوضع العسكري هو ضبابي، وبالتالي هي تمسك العصا من المنتصف، لأنه المسألة دي غير واضحة، هل هنالك سيطرة للحماية على الخرطوم أم أن الجيش تمكن؟ ضبابي لأنه قوات الدعم السريع تنتشر في أنحاء متفرقة من الخرطوم وتسيطر على الشوارع، وفي نفس الوقت الجيش يتمكن من أنه يصد كثير من حملاته ويحاول أن يهدد تمركزاته في داخل الخرطوم من خلال الطيران، والطيران طيب لا يستطيع أنه يثبت طيب أمر في داخل الطيران لا يستطيع أن يدخل في الأحياء السكنية. طيب سيد عبد الله الآن كانت هناك في البداية في قوات شرطية خرجت من الجيش لحماية الأحياء وشهدناها في السوق المركزي في الخرطوم، لماذا الآن لا نشاهد هذه يعني رجال الشرطة يخرجون بدعم من الجيش وينتشرون في هذه الأحياء؟ ما الذي يمنعهم أنهم يخرجوا؟ الوضع
الوضع أعقد من ذلك. يظهر البرهان في المرة الأخيرة وكأنه يحاول أن يلملم أطراف الجيش السوداني والقوى العسكرية أو كل القوى العسكرية في مواجهة البرهان ولا في مواجهة الحميتي. ولكن هنالك ملاحظة مهمة جدا في المشهد السوداني العسكري تحديدا، إنه انحسر تواجد الدعم السريع في وسط الخرطوم في مناطق محددة مثل القصر الجمهوري مثلا والقيادة العامة حيث ظهر البرهان، وكذلك في حلة حمد. ولكن هذا لا يعني أنه انتهى وجود الدعم السريع في هذه الأماكن، لأنهم قد يكونوا منتشرين فوق البنايات. قبل في هذا الصباح تحديدا وقع انفجار ضخم جدا في الخرطوم، بينما المعارك اشتدت في أطراف الخرطوم وخاصة في المنطقة التي جنوب الخرطوم، حيث الشارع الذي يؤدي إلى ولاية النيل الأبيض. فهل هذا يعني أنه الدعم السريع يحاول انتشار بصيغة أو بأخرى خارج الخرطوم، أم أن الدعم السريع يحاول أن يقتنص فرصة كما فعل في أمس الأول حين غزا منطقة الكدر العسكرية؟ هذا المشهد بشكل عام هو ضبابي على هذا النحو، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على الجامعة العربية نفسها وعلى المعلومات التي ترد إلى الجامعة العربية، فتتخذ بذلك موقف دبلوماسي. ولكن في حقيقة الأمر إشارة مهمة جدا أشار إليها ضيفك، بأنه المدنيين هم ضحايا هذا الأمر، وإنهم هم دروع بشرية بالنسبة للطرفين في الحقيقة. يعني لا تستطيع أنك تشير إلى طرف دون آخر بأنه هو الذي يحمل الأذية لشعب السودان. وبالتالي أرى أنه المشهد الآن يفترض أنه أنا من وجهة نظري أن الجامعة العربية يفترض أن تتبنى نفس ما رشح من أخبار الوساطة في جدة، بأن تتنحى هذه النخبة العسكرية وهذه النخبة المدنية عن السودان، وتنشأ قوة جديدة من قوى الثورة تدير المشهد وتقدم قيادة جديدة. عدا ذلك يظل هذا الأمر في السودان. لماذا لا يبدأ من السودانيون أنفسهم؟ هذه نقطة هامة يا أستاذ عبد الله. من السودانيين أنفسهم؟ هذا الأمر لا يبدأ. أيوة من نعم. لا نعم. كيف يا أستاذ؟ اسمح لي. لا يبدأ من السودانيين حتى الآن. حتى الآن السيد حميدتي هو نائب مجلس السيادة، لم يقال من مجلس السيادة، يعامل على أنه نائب البرهان، وفي اشتباكات بينهم في الشارع. مش الخطوة الأولى لابد أن تبدأ من البرهان بإقالته؟ النخبة السودانية في مجملها العسكرية والمدنية في السودان أثبتت فشلها الكامل في إدارة هذا الصراع، أو طيب التي جاوبني وضعت على هذا السودانيين السؤال. في هذا المحك المظلم. أيوة. هذا السؤال هو هننطلق منه، لماذا لم يقيل البرهان حتى الآن حميدتي من مجلس السيادة؟ لماذا ترمون الكرة في ملعب القمة العربية أو الرؤساء العرب إنهم لابد أن يتخذوا موقف ضد حميدتي وضد النخبة المدنية الموجودة الآن؟ طب أنتوا ابدأوا. نعم، ببساطة لأنه فاشل، ولأن هذه الحرب تخدم البرهان وتخدم حميتي وتخدم الدعم السريع لسبب بسيط وواضح جدا، إنه هذه الحرب أوقفت المد الثوري الذي كان يهدد البرهان وكان يهدد حميتي، وبالتالي هم مستفيدين. حميتي والبرهان هم المستفيدون الأوائل من هذا الأمر. الأمر الثاني، حميتي والبرهان مشتركين في جرائم كثيرة جدا ضد الشعب السوداني، ليس أقلها هو الانقلاب، وإنما هم مشتركين في فض اعتصام القيادة، وكل واحد فيهم بيحاول يغطي هذا الأذى الكبير للشعب السوداني بجريمة أكبر، وبالتالي هم مستفيدين من هذا. أقول لك السبب الأساسي اللي بيخلي أنت سألتي لماذا لا يتقدم السودانيون لحل هذه المشكلة، هذا السبب الأساسي هو أن النخبة السودانية من مدنية وعسكرية هي نخبة فاشلة، وأشار كثير من الناس إلى هذا الأمر. طبعا أنا ما دارت أخش في المسألة دي، ولكن إذا لم تتنحى هذه النخبة من عسكرية ومدنية وتتواضع وتنزوي وتبحث عن مكان آخر وملاذ آخر،
تهرب من السودان لن تحل هذه المشكلة. الأمر الثاني، إذا لم تتشكل جبهة عريضة، وهذا هو فشل المدنيين حقيقي، فشل قوى الحرية والتغيير بكل أطرافها، إذا لم تتمكن من تشكيل جبهة عريضة لإيقاف الحرب فإن هذا الأمر سيستمر. ثم بعد ذلك وأهم شيء، العمل على وضع حل للمأساة الإنسانية التي يعيشها الناس. هذه القوة الغاشمة من قوى الدعم السريع وقوى البرهان، اللجنة الأمنية، وضعت السودانيين كدروع بشرية يموتون الآن ولا يجدون لقمة خبز ولا جرعة ماء. نعم. طيب سيد عبد الله، سنتوقف أيضا مشاهدينا مع بعض هذه التغريدات وننتقل نعود لمناقشتها مع ضيوفي أيضا هنا في الاستوديو. أمال كبيرة يعلقها السودانيون على هذه القمة بدورتها 32 في مدينة جدة. الآمال مرتبطة في الأول بوقف الحرب في البلاد والتوصل إلى حل يرضي الطرفين. ورصدنا هنا بعض التغريدات التي كانت موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع تويتر. نبدأ بهذه التغريدة. منشور كتب حسابه يحمل اسم سجود سجود، قال فيه على الفيسبوك: السعودية ما بتقصر معانا إن شاء الله، طالما اتولت تحل مشكلة السودان بإذن الله حتتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في السودان. دكتور عبد المنعم، تتوقع بأن هذه الأمال فعلا، الوساطة التي بدأت قبل فترة مباحثات غير مباشرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة برعاية سعودية أمريكية، ستتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق النار وفرض رقابة خارجية على وقف إطلاق النار؟ اللي أنا متأكد منه أن المحاولة حادثة، وبأقصى ما تستطيع الدبلوماسية السعودية والأمريكية وأيضا في السعودية المصرية والجامعة العربية أيضا يحاولون بشدة. ما فيش تقصير في المجهود، لكن أكون صريح معك الحقيقة أن الذين يعني من الإخوة السودانيين والأشقاء اللي بيرموا المسؤولية أو الطلب على سواء الجامعة أو السعودية أو مصر أو أي طرف، هو في الحقيقة بيتهربوا من المسؤولية الرئيسية، أن هذه هي مسؤولية السودانيين أنفسهم، هي مسؤولياتهم، لأنه تاريخ السودان عميق في الحقيقة في الاحتكاك الداخلي والحروب الأهلية الداخلية. يعني منذ الاستقلال السوداني عندنا دورات ما بين الحكم المدني والحكم العسكري انتهت إلى تقسيم السودان إلى شمال وإلى جنوب، وحصلت حرب أهلية في الجنوب ثم بعد ذلك حروب أهلية في الشمال. السودان على حافة هاوية أن يكون دولة فاشلة، بمعنى الدولة الفاشلة هي التي يكون فيها حرب الجميع ضد الجميع. أنا أرى أن احنا لم نصل إلى هذه النقطة، لازلنا يعني نصف ساعة قبل منتصف الليل زي ما بيقولوا، وأنه ده حيجي من القوى السودانية اللي خرجت لكي تطيح بالبشير، والتي فرضت على مجلس السيادة أن يعني يوافق على اتفاق إطاري لتنظيم العملية السياسية الذي أقيمت منه دولة يعني حكومة مدنية للسيد حمدوك لفترة، يعني أخذ السودان وحاولت تخرجه من دائرة الإرهاب، وحاولت أيضا أن تحصل على رفع العقوبات اللي كانت موجودة على السودان. كل ذلك كان موجودا نتيجة جهود القوى الشعبية السودانية. لن يستطيع أحد أن يحمي السودانيين من أنفسهم. هذه نقطة، يعني ضيفي عبد الله السيد عبد الله الشيخ تحدث وقال بأن هناك مصلحة للطرفين البرهان وحميتي من هذه الحرب، لأنهم يخدمون مصالحهم، لأن المد الثوري سيقضي عليهم، لأن هم الاثنين أساساً لديهم كثير من الملاحظات والاتهامات الدولية. ولكن قبل أن تجيبني على هذا السؤال سأتطرق أيضاً إلى بعض التغريدات. هناك أيضاً تغريدة تحمل حساب اسم يحمل فرح فرج، كتب على الفيسبوك أيضاً: تزامن قمة جدة مع الأزمة في السودان وتفاهمها قد يكون بمثابة تحدي للقمة، تفاقم هذه الأزمة عفوا في السودان يكون تحدي للقمة، إذا نجحت بحل هذا الإشكال قد يعود دورها المطلوب والفعال للمنطقة. وأيضا كان هناك تصريح آخر أو تغريدة أخرى: مخلص إقبال تمنى لو حضر البرهان وحميتي القمة لتكون منطلقا للحوار بين طرفي الصراع، حيث كتب: ليت البرهان
واجتمع بدجلو في جدة وشافوا حل الصراع الذي أصبح مؤلما لكل السودانيين. النقطة اللي أنا ذكرتها قبل ما أذهب إلى التغريدة، ياريت لو عندك تعليق عليها، أنه استمرار الصراع حتى الآن وعدم إقالة حميدتي من نائب رئيس مجلس السيادة من جانب البرهان وباقي أعضاء المجلس بسبب خشية على المصالح على حساب المدنيين، رأيكم في هذه النقطة باختصار لو سمحت؟ يعني طبعا هو وارد، يعني كل الأمور واردة، لأنه الموضوع ليست كله معلومات عنه مكشوفة يعني. فهنا اللي بناخده هو إيه الإطار العام للدولة السودانية، إيه اللي فاضل من المؤسسات السودانية، يعني كيف يدار الناس، البريد، البنوك، كل العملية الموجودة، الحياة، التعليم إلى آخره. يعني أنا بتكلم هنا المؤسسات الموجودة لا تزال لها بودي ولا قيادة أركان هي الجيش السوداني. يعني لا توجد مؤسسات كثيرة في السودان لم تتورط في العملية السياسية وبينها تناقضات يعني. إنما أنا بقول النهاردة دخل الموضوع إلى حافة الأرواح، إلى حافة البقاء. هذه حافة ليست عادية في تاريخ الأمم. هنا الشعب السوداني كله بيختبر في هذه المسألة باستمرار، إنه كل واحد له مصلحة، ما هذا من بديهيات الأمور. يعني لا يوجد واحد بيقرر إنه ما عندوش مصلحة إنه يقوم بعمل ما. إنما الهيئة السودانية التي نراها الآن الباقية منها على الأقل المعبرة عن الهوية السودانية والوطنية السودانية تظل القوات المسلحة السودانية. وهنا كمان حتى في أي مرحلة سلام بتحتاجي نوع معين من الأمن، لأنه أمن الأرواح، أمن الأموال، أمن إلى آخره. فهنا يعني لا يوجد الكثير للعالم الخارجي إلا أنه يتوقف اللي بيشجع على التمرد، أو أنه بيساعد علشان ثروة طبيعية أو أمور من هذا القبيل. أنا أعتقد ده الأوان، لأنه الحرص على السودان مش بلد صغير، بلد كبير 45 مليون، انفجاره هو في الحقيقة سوف يضر بكل المنطقة. سأنتقل إليك سيد عبد الله، يعني الأمنيات التي طرحت على وسائل التواصل الاجتماعي من الشعب السوداني تمنوا بأن يحضر البرهان وحميدتي إلى القمة، ويعني كما يقال باللهجة الدارجة في السودان أنه يشوفوا حل لهذا الصراع. لماذا برأيك لم يحضر البرهان وأرسل مندوب عنه؟ هل هناك مخاوف من انقلابات عسكرية على البرهان في الداخل؟ لا يستطيع البرهان ولا حميدتي أن يحضرا إلى القمة العربية بأي حال من الأحوال، لأن ظهورهم في الخرطوم نفسها يعني يجر عليهم مشاكل كبيرة جدا، في غضب كبير جدا من السودانيين على هذه القوة. القوة أنا أنظر إليها كقوة واحدة تشاكست فيما بينها. الأستاذ الكريم ضيفك في الاستوديو يتحدث عن ماذا تبقى من مؤسسات في داخل الدولة ويشير إلى الجيش، ولكن في حقيقة الأمر إنه البرهان ظهر في هذه المرة الأخيرة كما لو ظهر صدام حسين عشية دخول القوات العراقية إلى 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 بغداد يعني. وهو ظهور يعني مسألة بتاعت شوينج، مسألة بتاعت تلفزيون، ولكن هو ظهر على دمار الخرطوم وعلى جثث الضحايا التي لم تدفن حتى الآن. طيب الأمل كبير جدا في اجتماع الجامعة العربية وفي الوساطة الكريمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ومصر وأمريكا في جدة، وده الأمل الوحيد الباقي للسودانيين. ودون هذا الأمل مباشرة يكون التقسيم لسبب بسيط. حين ترى الأرتال بتاعت مناوي وهي تهاجر نحو دارفور بهذه الطريقة، تحس تماما بأنه هنالك حالة بتاعت انفصال ستقع في السودان وسيتشرزم السودان إلى عدة مناطق كما حصل في الجنوب، هذه المأساة الكبيرة. طيب لا لوم على أحد بالمناسبة في من الدول العربية، سواء كانت السعودية أو مصر أو حتى أمريكا، لأنه كما قلتي أنت سألتي تفضلتي بالسؤال بأنه لماذا لا يحل السودانيون هذا الأمر. لا يحل السودانيون هذا الأمر لأنه في حقيقة الأمر هذه الحرب هي مأساتنا الكبرى، وهي هذه الأزمة لن تحسم عسكريا حتى ولو مات حميدتي أو هرب إلى خارج السودان، حتى ولو تم القبض على البرهان هذه الأزمة ستستمر. لكن الآن الواقع الآن في السودان
حاجة غريبة جدا يا أستاذة، يعني الملمح بتاعه اللي ممكن نشير له بأنه هو جوهر الأزمة، كما ترين أنه الثابت الوحيد في السودان اليوم هو وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم. هذا الرجل ظل ثابتا بعد فشل حمدوك، وبعد بعد الانقلاب على حمدوك، وبعد عودة حمدوك، وبعد انقلاب البرهان الأخير، وحتى هذه اللحظة، وحتى لحظة نعم. قيام الحرب هذه نعم. ظل هو الثابت الوحيد. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن النخبة السودانية تمارس ضلال القديم في التمسك بنفس التلكؤ الذي تعهدت به منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ويعني كأنها تشير إلى أنه هذا الأمر، وجود دكتور إبراهيم حتى الآن في هذا المنصب، يشير إلى أنه هنالك نوع من التمسك باتفاقية جوبا، وهي واحدة من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين السودانيين. خلاصة الأمر أنه هذا الأمر الذي يدور الآن في السودان سببه الأساسي هو فشل هذه النخبة المدنية والعسكرية، ونحن لا نتحدث عن محاسبتها، ولكن نتمنى إنهم يتواضعوا ويغادروا وجه السودان حتى تأتي قوى جديدة من الثورة تطلع بهذا الأمر وتدير شأن السودان. دون ذلك لن يكون هنالك سودان، سيكون هنالك التقسيم فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة عبد الله الشيخ المحلل السياسي. يعني بالطبع حضرتك ذكرت كثير من المحاور، ولكن الوقت لا يسعنا بأننا نناقشها وندخل في تفاصيلها. الملف السوداني شائك لا تكفيه ساعة أو ساعتين. يعني ضيفي دكتور عبد المنعم سعيد، سأكمل معك. يعني كان يتحدث السيد عبد الله الشيخ بأن يعني مسألة حل السودان أو حل هذه الأزمة ليس مرتبط بوجود حميتي والبرهان، الأمر يفوقهما تحديدا. معنى ذلك أنه قد يكون الأمر خارج عن أيدي القمة العربية أو عن مساعدة الدول العربية. باختصار، هل سنشهد سيناريو ليبيا في السودان أم السودان أخطر بمراحل من ليبيا؟ كلاهما في نقاط مشابهة، ويعني للأسف كل الظواهر دي زي بعضها أو قريبة من بعض في الأصل، يعني اللي هي مشكلة الدولة العربية، الدولة الوطنية العربية، الهوية العربية التي تجعل القتل الداخلي سهل. في الأصل المواطنين في دولة واحدة لا يقتلون بعضهم البعض، وخاصة لو كانوا جزءا من جيش واحد، ده الأصل في الدولة الوطنية. فبما أن الدولة الوطنية فيها اهتزاز سواء في الأصول أو في التركيبة أو في الطائفة أيا كانت الأسباب، في الحقيقة علينا لا يمكن أن احنا يكون عندنا حريق، وطبعا في مستودع بنزين موجود لكن لسه ما ولعش، من الطبيعي أن أبدأ حيث يوجد الحريق يعني. فهي القضية، عارفين أن قضية السودان عميقة، والإخوة المثقفين السودانيين بالغ العمق يمكن أن يحددوا يعني عشرات التناقضات الداخلية، لكن أنا شايف أنه دي المرحلة الأولى من أي وصول إلى بقاء الدولة السودانية. دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا. نشكركم من جدة، وننتقل الآن إلى دبي. في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.